سوريا. سوريا قاعدة كده ليه يا حبيبتي؟ نعم يا ماما. بقولك قاعدة كده ليه لوحدك يا حبيبتي؟ كنت بحلم. تحلمي ازاي؟ بحلم في عز الظهر وانا صاحية ومفتحة عليا. بتحلمي بايه؟ بحلم ان يوسف رجع واهل الخان كلهم راح يسلموا عليه. بس ده مش حلمي يا حبيبتي. يعني ايه؟ يعني يوسف عايش، كان مقصور ورجع والناس كلها راحت تقابله. مش حلمي يا حبيبتي. مش ممكن، يبقى انا اللي جرالي حاجه. سلامتك يا حبيبتي، الف سلام. بقولك الناس كلها راحت تقابله. مال كان بيبعتلي دبلته مع صاحبه ليه؟ كنت بتبعتلي دبلتك مع صاحبك ليه؟ كنت عايزه يتجوزني؟ ده انا كنت مستعدية، كنت مستعدية استناك العمر كله. تنحى تماما ونهائيا عن اي منصب رسمي. عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى ورا ظهر الشجر. قول لهم اننا ما حاربناش، لو حاربنا كنا انتصرنا. ما حاربناش. لا هتنتصر، هتنتصر. مهما طال الزمن، بعد سنة، بعد 15، بعد 1000 سنة، مهما طال الزمن لازم هتنتصر. التاريخ بيقول كده. من محمد كريم وعمر مكرم لأحمد عرابي وسعد زغلول، من القسيس مرقس سرجيوس للشيخ محمد عبده. التاريخ بيقول كده، بيقول لا. دكتور إمام عبد الله بيقول لا. عم عباس الضو بيقول لا. عباس الضو بيقول لا. كل ولاد مصر الشرفة بيقولوا لا. وعدينا سيوف الحق في ايدينا، قدر واحنا على كفوفنا دبل خفنا، يا حاضن سينا قم شفنا على كتفنا ادان العصر، على جبنا شقوق الهم مرويه باغلى دم، ونورها غناوي نصر. ودي سيفك في صلب الكف في ايد السب، حلف عمره ما عاد يتلف ولا يعرفني نواب، على سطورنا عروسه حلفه ما تتزف، ولا الطرحه هتعللها في يوم هامه، ولا تلبس ثياب الفرح غير جنبك، على عينينا نسيم الفجر جيالك تقول مالك وايه حالك، تعالى جوه في حضان الرفاقه،
مشتاقين نقعد ونحكي، مشتاقين من الفرحة نبكي يا شهيد يا شهيد. من النهاردة مش هتشكي، بص شوف الفجر طالع جاي زغرت في مصورة البندقية، بص شوف عاد الموانع تحت رجلينا سبية. يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد. الشهيد عدو بكرامته، ألف حمد لله بسلامته، الشهيد عدو بكرامته، ياللي في غيابه اتحرمته من شهامته وابتسامته. افتحي يا قلوبنا حضنك وانسي يا حوارينا حزنك، افتحي يا قلوبنا حضنك وانسي يا حوارينا حزنك، واستعيدي يا دنيا حسنك ده الفرح قامت قيامته. الف حمد لله بسلامته، الشهيد عدو بكرامته، ياللي في غيابه اتحرمته من شهامته وابتسامته. واستشهد عشاننا واستكنا النور في جنة، ضحى واستشهد عشاننا واستكنا النور في جنة، عدلنا وسعد زمننا وهو فارد بينا أمته. ألف حمد لله بسلامته، الشهيد عدو بكرامته، ألف حمد لله بسلامته، الشهيد عدو بكرامته، ياللي في غيابه اتحرمته من شهامته وابتسامته. الشهيد راجع لناسه بعد ما عانوا وقاسوا، الشهيد راجع لناسه بعد ما عانوا وقاسوا، عدلنا مرفوع راسه والبطولة زينا همته. ألف حمد لله بسلامته، الشهيد عدو بكرامته، ألف حمد لله بسلامته، الشهيد عدو بكرامته، ياللي في غيابه اتحرمته من شهامته وابتسامته. ياللي في غيابه اتحرمته من شهامته وابتسامته، ياللي في غيابه اتحرمته من شهامته وابتسامته. بتقولي ايه؟ بقولك يوسف رجع. يوسف مين؟ يوسف مين ده ايه؟ هو في ميت يوسف؟ يوسف عباس رجع منين؟ يوه يا فريال يا اختي هتوجعي دماغي، رجع من القصر يا بنتي، ده الخان كله مقلوب هناك. ايه مش ناوية تروحي تعدلي الدنيا معهم؟ ما هي مش هتتعدل لما انت توصلي. فوزية انت واعية اللي انت بتقوليه؟ يا بنتي وانا هطجن في دي كمان؟ بقولك الخان كله مقلوب هناك. فريد مش كده؟ مش انت اللي بعتلي دبلتي معاك؟ قلت له يتجوزني؟ اسمك ايه يا حبيبي؟ يوسف. انا وفريد سميناه يوسف عشان نفضل طول العمر فاكرينك. وبعدين يا جماعة؟ وبعدين يا جماعة؟ ايه ده؟ مش معقول اللي بيحصل ده؟ الله الله الله، ايه الموضوع دي؟ ده استوديو،
يعني نجيب سكيورتي؟ نجيب لمبه حمراء على الباب؟ ازيك يا استاذ علي؟ ازيك يا حظابط؟ انت مين يا اخ؟ انت مين ده؟ ايه كان بايت في حضنك؟ مش حكايه حضن. الله، مين؟ الله الله الله، مش معقول. لا انت غبت كتير قوي، انت تاخرت مش كده؟ اهلا وسهلا. يعني مش كتير قوي، كام سنه كده؟ ايوه انت شطيب حرب يعني. اظن هناك انت استمتعت على الجبل، عجبها يعني، الهواء هناك جميل. فوق بقى فوق، ده الاستاذ يوسف اللي كان هناك في الحرب فوق. يا خرب بيتك يا امين سجل المدني، عندي جوه بيضرب انفاس، بوظ دماغي، ضربنا معاه، بوظنا احنا كمان. يا ساتر. ايوه يا اخي يوسف، يوسف عباس الضو، اهلا اهلا. فراوينا يا راجل بالحب. اهلا 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 اهلا. لا مش بالحب، بالاوركسترا، بالتلحين، بالفن، تلحيني انا. يا سلام، فرقه، جمع كله، جمع. ايوه ماسترو، عاوز قرن موزه هنا كده. ايوه قوش كده. ايوه اتفضلوا، عامل لك حاجه من بختك، اغنيه زي الاغنيه اللي عملها الزميل الدكتور محمد عبد الوهاب بتاعت وطني حبيبي. معايا بلاش فضايح. الله أكبر، كبر واذبح الذبايح، بدال الذبيحة خمسة وعشرة، وانصب الشادر، والحاضر يعلم الغايب. الشادر منصوب ثلاث ليالي، بدال الطاقة ثلاثة، وبدال الليلة ثلاثة، والسهرة صباحي، كله عشان خاطر أخويا، أخويا يوسف عباس الضو، أخويا يا أهل خان يوسف، يا أهل خان يوسف. قولوا لأهل الأزهر والحسين وباب الفتوح وبيت القاضي والمتولي، قولوا لأهل البطنية، قولوا لأهل مصر كلها، المعلم منعم الضو عامل الفرح ثلاث ليالي، ثلاث ليالي والدعوة عامة. منين ده كله يا منعم؟ منين يعني ايه يابا؟ يعني الفلوس دي كلها منين؟ الخير كتير والحمد لله معايا، وربنا اداني من واسع. بتفكرني بكلمة عمك سلامة فراويلة لما كان بيوزع اللحم على الناس ويقول لهم ربنا اداني من واسع، وهو قاطعها من لحمهم، يقطع من لحمهم
ويديهم. يوه يا عم عباس، هو لسه فاضل من الكلام ده؟ ما بيموتش ابدا يا ابني، ما دام حق ما يموتش ابدا. ايه مش عاجبك كلامي؟ لا ابدا يابا، بس انا يعني مش عايزك تقتل الفرحه جوانا. احنا ما صدقنا ان اخويا رجع بالسلامه. ما دام ربنا رضي عن اخوك ورجعه بالسلامه، راع انت كمان ربنا وما تشدوش معاك، ولا عاوزه اول ما يرجع تاكله من حرام. يو يا عم عباس يو، انت ليه بس مستني اول ما نيجي نفرح تقلبها محزنه؟ انت محرم علينا الفرح ليه بس؟ ما انت عارف يا ابني. عارف ايه يابا؟ عارف ايه؟ بقى شاي السنين دي كلها وتعبي وربنا مبارك فيه من حرام. ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام، وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه. لكن خلي بالك، لما تيجي نقمة ربنا مفيش حاجة بتفضل، كله بيزول. على العموم يا عم عباس، أنا ذبحت الذبايح ونصبت الشادر وعزمت الخل، واللي عايز تعمله بقى اعمله. مش هنمد ايدينا على مالك، ولا حد من عيالك هيمد ايديه. وزي ما حرمت عليكم مال فراويلة، هحرم عليك تمد ايديك بفلوس لعيالك ولاخواتك. عموما انت محرم ايدي تتمد من زمان، ورجلك كمان مش هتتمد هنا يا منعم، طول ما انا حي وطول ما هي على ذمتك. اوعى تفكر ان رجعة اخوك هترجعك هنا تاني، لا ابدا. عاوز ترجع، ترجع بالحلال. ايه يا عم عباس؟ ايه يا عم عباس؟ انت تقدر تحلله وتحرمه براحتك ولا ايه؟ لا مش براحتي، مش براحتي يا منعم، بشرع ربنا. انت سامع؟ سامعني اللي غدرت بمراتك وولادك من غير سبب؟ الشرع قالك جوز اربعة. هو كل واحد عاوز يغدر بمراته وولاده يقول الشرع. ربنا سبحانه وتعالى قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال كمان: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يا عم عباس، يا عم عباس، الدنيا اتغيرت، الدنيا ما بقتش هي الدنيا وانت لسه ماسك لي على لوحدك. اخويا اللي كان ميت رجع للدنيا تاني وانت لسه ماسك لي على الشرع. هو انا لو ما كنتش ماسك على الشرع كان اخوك رجع؟ عاوزني يوم ما يرجع اضيعه تاني املى جوفه بالحرام؟ انت عارف وانا عارف، عارف الحرام بينخر في مال فراويلة وولاده، عاوزه ينخر في عضمنا احنا كمان. خير خير يا عم عباس؟ احكيله احكيله يا عم عباس، اشعر بينا، فرج الناس كلها علينا. بس يكون في علمك بقى، انا من حقي افرح براجعة اخويا، ومن حقي كمان افرحه زي ما انا عايز. والله الشرع هيقول لي كمان ما تفرحش براجعة اخوك. هو انت تعرف الحق من الباطل؟ هو اللي ما يعرفش حقوق غيره يعرف حق نفسه. في ايه؟ مالك يا عباس؟ يا دكتور، انا لا عاوز لا فرح ولا شادر ولا اكل ولا شرب من مال بنت فراويل. طب اهدى وتعالى معايا. يا دكتور، ده اخوه ما يعرفش الفلوس اللي هيصرفها عليه دي جايه منين. طب ادخل مع الدكتور يا عم عباس، وكل عقده ولها حلال. احلها ازاي؟ طب حد منكم يحلها لي؟ احنا نسيب المعلم منعم يعمل الزفه والفرح والعزومه براحته. وبعدين؟ وبعدين يا عباده يا عقاد؟ وبعدين نبقى نحاسبه عليه. ازاي يعني؟ نديله الفلوس اللي صرفها على دائر المليم. انت اللي عامله الموضوع ده؟ كيف استاذ؟ كيف يعني ايه؟ ده كلام كبير قوي. ما حدش ساعدك في الموضوع ده؟ يعني ممكن الدكتور الامام يكون حط ايده فيه، وده مش عيب. افهم ان الموضوع عجب حضرتك؟ عجبني يا بنتي، ده كلام كبير ما يقولوش حد غير الدكتور امام عبد الله، الدكتور لويس عوض، رشاد رشدي، زكي نجيب محمود، حسين مؤنس، شكري عياد. يو يو، عمهلك عليا يا استاذ، عمهلك عليا، بعدين بتدور عليا ما بتلقاني. انا كل اللي عملته اني علقت على محاضره الدكتور امام بالندوه. ايوه، لكن يعني الدراسه المقارنه ما بين راي الدكتور امام وراي المفكرين الغربيين، ده اجتهادك انت مش كده؟ مجرد اجتهاد استاذ. ايوه بس ده اجتهاد ملفت للنظر جدا. أنا تولستوي وجيتا مع الأفغاني ومحمد عبده دائرة يكملها إمام عبد الله، ومنظومة حضارية تعطي للإسلام السيادة داخلها. إيه ده؟ منين ده يا نهلة؟ أنت بتعملي دراسات عليا؟
كيف استاذ؟ انا ما صدقت خدت الليسانس وابتديت اجي عشان نعيش. لا لا لا، انت لازم تكملي وتاخدي الدكتوراه. انت من فصيله الاساتذه، يعني مفروض انك انت تدرسي في الجامعه ويبقى ليكي تلاميذ كمان. انا هكلم الدكتور امام بس بعد ما يقرا التحقيق في الصفحه، هخليه ياخدك معاه في كارير الجامعه. حضرتك ما بتريدني اشتغل معك؟ وليه لا، بس لما تكتبي باسم الدكتوره نهله جواد ابو عامر غير لما تكتبي باسم نهله جواد ابو عامر من غير الدال اللي بعديها نقطه، ولا هي يا دكتوره؟ نقطه بلا نقطه. انا حطنقت لو ما اشتغلت مع حضرتك بالقسم الادبي هون، وانا حطنقت لو ما جيتيش معايا الليله اعرفك على اختك التانية. اختي؟ مين اختي؟ مي جلال عنايت بنت حضرتك. وانت بنت التانية. يلا يلا، انا متاكد انكم انتوا الاثنين هتحبوا بعض قوي، انت ومي. استاذ عبد الوهاب. نعم استاذ جلال. الموضوع ده ينزل على التجميع وبعدين على المطبعه على طول. حاضر. واديني بوقع اهو، بوقع على مولد ناقده كبيره قوي اسمها نهله جواد ابو عامر. استاذ عبد الوهاب، الموضوع ده ينزل موضوع رئيسي على 4 واسمها يتكتب تحت العنوان مش في اخر المقال. حاضر يا استاذ جلال. يلا ستي هياصي بقى، بس بذكري في مذكراتك اللي هتكتبيها واللي هيتخطفها الناس ان جلال عنايت هو اول من اشار الى موضوع الابداع في هذا الكيان الجميل. هقول ان حضرتك اول من اشرت المواضيع كتيره في حياتي ومن حولي استاذ. اوه، ما دام ابتديتيها بالنفاق كده يبقى اللي هتكتبي ولا هتقولي حاجه. يلا يلا يلا، امر لله. يلا يا بنت حضرتك عندها كم سنة؟ قدك تقريبا. قدي؟ بقول تقريبا، يعني عندها 20 سنة، بينك وبينها حوالي 3-4 سنين، وده مش فرق. يعني حضرتك متجوز وعمرك 15 سنة؟ 15 سنة؟ ايه الحكاية؟ انت شايفاني لسه عندي 35 سنة ولا ايه؟ بالكتير. انت لسه عايشة حالة النفاق. بقولك قد بنتي. جايز؟ جايز؟ ده عمري. الا بقى اذا كنت ناوي تخصمي العشر سنين اللي انا عشتهم بره وتعملي زي ما هي. دلوقتي هتعرفي مي، هتلاقيها زي اختك بالظبط. انا كنت عايزكم تتعرفوا على بعض لانها ملهاش اخوات، وانا حاسس انها محتاجه الاخت في المرحله دي. اهلا وسهلا، اتفضلي يا حبيبتي. ميرسي يا طن. نهله دي بقى اكتشاف، صحفية جديدة إنما جواها أستاذة قديمة. لسه مشوارنا طويل أستاذ. مشوار الألف كتاب بيبتدي بمقال نقدي زي اللي أنت كتبتيه النهاردة. أمال مي فين يا نبيلة؟ هي مش معاك يا جلال؟ معايا فين؟ أنا عارفة مطرح ما بتروح. ما شفتهاش خالص النهاردة ولا كلمتني حد في التليفون، احتمال تبقى في الشقة. معلش يا نهلة، لازم نشوف أختك مي فين، اصلها مش متعوده تسهر بالشكل ده. مفيش حد في الشقه. هي قالت لك ده معايا؟ والله انا ما بقتش اسالها، كل ما اسالها تقولي مع بابا. وانا كل ما اسالها تقولي بقيت مع ماما. واضح انها ضايعه بينا احنا الاثنين. تشربي ايه يا حبيبتي؟ ميرسي يا طنط، انا همشي بقى. هتمشي تروحي فين؟ يعني ابقى اتعرف على مي وقت تاني يا استاذ. لا 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 لا، خليكي قاعده، ما تجيب لنا حاجه ساقعه يا نبيله. حاضر، عن اذنك يا حبيبتي. اتفضلي يا طن. دلوقتي مي هتيجي وهتتعرفي عليها، انا قلت لك لازم تبقوا اخوات، هتقعدي تتعرفي عليها وتتعشي معانا كمان. هي مي زمانها جايه، عمرها ما اتاخرت بره كده. طلعت يا محلى نور شمس الشموسي، يلا بينا نملى ونحلب لبن الجاموسي. طلعت يا محلى نور شمس الشموسي، يلا بينا نملى. اهلا وسهلا، اتفضل يا بسبزين، اتفضل. قاعد عالسقية يا كلي اصمر وحليوي. تشربي ايه؟ عواجب. أيه راضي في سكن وفي بارد، ولا اجيب لك شيشة؟ هات لي عصير فريش. من عينيا. حاضر. وعندك واحد عصير عالسقية يا كلي اصمر وحليوي، عواجب راضية وحليوي.
جاموسي يلا بنا نملا ونحلب لبن الجاموسي. طلعت يا ما احلى مرة شمس الشموسي يلا بنا نملا ونحلب لبن الجاموسي. قلت له يا محمد حبك أيوة. شقلب لي حالي قلت له يا محمد حبك قال لي وانا مالي. قلت له يا محمد حبك شقلب لي حالي قلت له يا محمد حبك قال لي وانا مالي. طلعت يا ما احلى مره شمس الشموس يلا بنا نملا ونحل لبن الجاموس. انا جاهزه. واحنا مستنيين حضرتك من امبارح. لا مش من امبارح قوي يعني من النهارده من ساعه الغدا. قصدها ايه بحكايه الغدا دي يا صاحبتي بيه؟ محدش بينسى حقه. كله بحسابه بس ما تقلقش خلي الحساب عليا. طب يلا بينا. عايز حاجة يا حبيبي؟ ميرسي يا روحي. عاوزك ترجعي على طول. احنا هنشوف بس البيت من بره ونرجع على طول. تحب اجيب لك حاجة وانا راجعة؟ هاتيلي اجمل بنت في الدنيا معاكي وانت راجعة. طب قولي اسمها ايه وانا اخطفها لك. اسمها اميرة العرابي ميري. هي دي الوحيدة اللي أنا أقدر أجيبها فعلا. باي يا حبيبي. باي باي يا روحي. مش هنام لغاية ما ترجعي. طب ما أنا عارفة. قول حاجة جديدة. I love you. أهي دي بقى جديدة. أوريجينال. تعرفي أنا حاسس إني أول مرة بشوفك. أول مرة بحبك. يا حبيبي. باي باي. باي باي يا روحي. معلش يا نهلة استحملي شوية بس صدقيني لما تشوفي مي هتعرفي انها كانت تستاهل انك تستنيها. هي زمانها جاية على كل حال. اكيد خرجت مع واحدة صاحبتها. تلاقيها راحت سينما من 9 ل 12 بس زمانها جاي. انا مش عايزه حضرتك تحس اني متضايقه يا استاذ. لا لا بالعكس انا عارف انك حاسه بالالفه. ارجوك اعتبري نفسك في بيتك. ما تشربي ليمون. تحبي اعمل لك قهوه؟ انا شخصيا هشرب قهوه تاني. تشربي معايا؟ لا شكرا استاذ كفايه الليمون بعدين ما اعرف انعس. احنا بقى هنا بنشرب القهوه عشان ننعس. عن اذنك. بعد اذنك استاذ انا هستاذن بقى. ليه ده مي زمانها جايه. معلش اصل مشواري لسه طويل. هركب من هون للتحرير وبعدين اركب المترو لمنشيه البكري. هو انت ساكنه هناك؟ ايه جنب نادي الوافدين. طب تحبي انزل اوصلك؟ لا شكرا استاذ انا هنزل لحالي. باي باي. طيب مع السلامه. ممكن تعملي لي فنجان قهوه؟ حاضر. هي مي ما قالتلكيش رايحه فين؟ لا هو مش ممكن كمان تخرج من غير ما انت تعرفي رايحه فين. وحضرتك ما سالتهاش ليه هي رايحه فين؟ لانها مش عايشه معايا. لا بقى تقريبا عايشه معاك بتقضي نهارها كله وياك حتى الغدا من يوم ما رجعت ما بقتش تتغدى في البيت خالص. ياه انت كمان مش عايزاها تجيلي ولا تتغدى معايا؟ ايه الحكايه؟ هي مش بنتي ولا ايه؟ لا بنتك. وعشان بنتك بقى يبقى المفروض تسالها بتروح فين. وكمان كان المفروض انك انت تضرب تليفون قبل ما تيجي البيت ومعاك ضيفه. والله يا نهلة مش ضيفه. يعني انت شايف ان ده تصرف سليم؟ اوه يا سياده الرقيبه فوتي الموقف ده بقى. في حاجات اهم قوي من ان احنا نتكلم في التليفون. هي ما قالتلكيش اذا كان في مكان معين عايزه تروحه حد عايزه تقابله؟ يعني ايه؟
افتكر السؤال واضح من نفسه يا مدام. افتكر السؤال غير مناسب يا استاذ. يعني ايه؟ اول مره تخرج فيها لوحدها وتسهر بالشكل ده؟ طبعا اول مره، عمرها ما خرجت الا ما ابقى عارفه راحت فين ومع مين. عمرها ما خرجت لوحدها بالليل، حتى لو كان عندها بروفا او تصوير ليلي انا بكون وياها. اه يعني الدنيا باظت بقى من ساعه ما انا رجعت من بره؟ لا مش قصدي كده، بس هي رجوعك ده كشف قدامها حقيقه هي ما كانتش تعرفها، ده عمل لها عدم توازن. طب ممكن افهم كنتوا بتتكلموا في ايه مع بعض؟ ابدا يا جلال، هي عندها استفسارات كتير، يعني عايزه تعرف مين دي الست اللي انت اخترتها عشان تبقى ملهمتك وسبتني وسبتها عشانها. عرفتها ازاي؟ سافرت معاك ولا انت سافرت لوحدك؟ سابتك بره ورجعت ليه؟ أسئلة كتير قوي بتدور جواها ومحتاجة الوقت كبير قوي علشان يترد عليها. زغروطة يا بيشا! يا أهالي خان يوسف الكرام، ما شاء الله الحمد لله كلنا رجالة وعارفين الأصول والأصل. اتعشيتوا الحمد لله وملئتوا بطونكوا لحمة وكباب وكفتة كله تمام. ها عم عباس الضو هو اللي عمل الوليمة دي كلها، بعد كده بقى الحلو في ايديه بيتعمل فوق. هنطلع بعد الحفلة دي ان شاء الله كلنا ناكل الحلو. هاي سلام يا جدع لعباس الضو. سلام ليوسف الضو. الله يبارك فيك يا كريم. مبروك يا حسن. الله يبارك فيك يا سعد بيه. خان جديد النهارده عيد سعيد، وخان معانا خان جديد. يوسف الضو، عباس الضو، يوسف الضو. وعبرنا وانتصرنا. سمعني سمعني يا يوسف عباس. سامعك يا فريد. حاربنا وعبرنا وانتصرنا لان مصر كان لازم تنتصر مهما طال الزمن، بعد سنة بعد عشرة بعد مية، مهما طال الزمن مصر كان لازم تنتصر. دل على سلامتك انت يا فريد. تعال تعال اقعد. اوعى الستين. عباس الضو، يوسف يوسف، يوسف الضو، عباس الضو، يوسف الضو، يوسف الضو. سوريا كويس انك جيتي. عايزه اعمل لك ايه يا ماما؟ نزلي دي تحت. تحت فين؟ عند الدكتور امام وعمك عباس ويوسف، دول قاعدين من ساعتها واكيد علي لوز قلب مزاجه. واقدم بالمره للاستاذ فريد مش كده؟ هو فريد تحت؟ هو والمدام. مدام مين؟ المدام اللي بيقعد عندها في الفيلا ليل ونهار وما بيرجعليش البيت ابدا، ولما بيرجعلي بساله كنت فين يقول لي في شغل. وهي ايه اللي جابها هنا؟ بتساليني انا ايه اللي جابها هنا؟ روحي اساليه ايه اللي خلاه يجيبها هنا. تحب انزل اقدم لها هي اول واحده؟ انت خلاص قعدتي يا ام رؤيه؟ طب المشارب دي هتبرد. يا بنتي طولي بالي. اطول بالي يعني ايه؟ انا اطول بالي اكتر من كده يبقى ازاي؟ دول 15 سنه طولت بال. طب قولي لي اعمل ايه؟ ايه اللي ممكن اعمله وانا ما عملتوش؟ ما تعمليش اي حاجه خالص، هو بعد العيد بينفت الكحك؟ انتي تقعدي جنبي كده زي الاموره، وتيجي الاموره بنتك تقعد جنبك كده زي الاموره، ونبقى احنا الثلاثه مضروبين، صح؟
بقول لك يا ابله رقيه، من فضلك يا ابله رقيه، زاد فضلك يا روح قلب ابله رقيه. طلع رقص هو كمان، بس رقص ايه؟ رقص خصوصي. مش انت اللي غصبتي عليا عشان اتجوزه؟ مش انت اللي قلتي نفذي وصيه يوسف؟ حاجه غريبه قوي، هو انا مغسل وضامن جنه؟ انا قلت لك نفذي وصيه يوسف، بس انا مالي؟ ثم ان اشمعنى دي اللي افتكرتيه؟ طب ما انا قلت لك يا مامنه للرجال يا مامنه للميه في الغربه، اشمعنى دي اللي طنشتيه؟ انا بقى ما كانش لازمني خالص، انا كان نفسي اقعد اذاكر اكمل مذاكرتي، انا كان قلبي حاسس ان يوسف راجع. خدتي بالك انت من حكايه حاسس دي؟ بنتك قلبها حاسس. ها يا بنتي ايه اللي بتقوليه ده؟ مالكم يا بنات؟ مالنا يعني ايه؟ بنتك عليها بيودي ويجيب يا ستي، انا عارفه بيودي ويجيب. عيب الكلام ده، الناس لو سمعتنا تقول ايه؟ هيقولوا بنتك ناويه تعيده. عيد ايه بس يا بنتي؟ عيب اللي بتقوليه ده. يلا يا سرايا، يلا يا حبيبتي قومي. يلا يا سرايا، يلا يا حبيبتي قومي. صدقي وتأمني بالله بنتك دي هتجرسنا. والله مش عارفه مين اللي هيجرسنا ويسمع بينا الناس. انا بس بسمعها لك وناسه ان معاها عيل. لا مش ناسه وداني، دي حاجه ما تتنسيش يا ابله. يا ابله اذا كنا زمان كنا بنسيب بيتنا وبنيجي هنا معلش، انما دلوقتي الناس تاكل وشنا، تحطي في قلبك كده وتكتمي زي ما انا حاطه في قلبي وكاتمه. يا بنتي كفايه كفايه بقى. كفايه ايه؟ هو انا غلطت في حاجه؟ الحق عليا اللي خايفه عليها؟ اوعي تكوني فاكره نفسك ان انت لسه في ثانوي. لا يا ابله، وبعدين يبقى ايه شعورك بقى لما تيجي في ريال دي ما بتسيبوش ثاني. مساء الخير يا استاذ. اهلا وسهلا، اتفضلي. مساء الخير يا ست ام رؤي. اهلا يا بنتي، اتفضلي. لا انا عايزه الست دي اللي تتفضل معايا. اتفضل معاكي فين ان شاء الله؟ تحت تقعدي معايا. ما هو مش معقول اول ما يجي فريد تقومي سايباه وماشيه كده. انت عارفه يا فريد احنا ننسى كل اللي فات، احنا ولاد النهارده، وانا وفريد بقى مش هنمشي من هنا الا وانت معانا. هروح معاكوا فين؟ بيتك وبيت ابنك، عشان خاطري ما تقوليش لا. لو عايزه فريد هو اللي يجي ويقولك تعالي هيجي وياخدك، اعتبريها بدايه جديده يا سوريا. وانا اللي بعتذرلك، بقولك انا اسفه، انا اسفه على كل اللي فات.